سيداتي سادتي، عدنا في هذه المقابلة وتصفر صفر الحكم على ابتداء الجولة الأولى بصفر صفر. كرة عند لويسي، لويسي مرر كرة في وسط الميدان، سكوما سكوما يمرر للاعب أجدو، أجدو عرضية محاولة خطيرة، موتشيس مراوغة جميلة خطيرة لكن تضيع هذه المحاولة وتصعد ضربة مرمى فريدة فريق الرجاء البيضاوي. حارس مرمى طريق الشرموني، نلاحظ الآن بدو الزكي سيخمم في هذا الديربي، والآن خسر ما هو بدو الزكي تقبلان معنا في هذا الديربي.